مهارة عند الأجانب بيدرسوها من مهارات الحياة اسمها learn to let go، تعلم أن تترك الأشياء بنفس راضية، إنك تنصرف عن أشياء تأكدت إنها مش من نصيبك وانت هادئ النفس، أو على الأقل مش من نصيبك دلوقتي. ولما بيدونا الكورسات دي أشهر ما بيتكلموا عنه إزاي تتعلم تسيبه بنفس راضية، قالك حلم أنت متعلق بيه أو شخص أنت متعلق بيه. رقم واحد، ترك الحلم let go بنفس راضية. الصورة المشهورة حد عنده شغف في حاجة بس مش بيعرف يعملها دلوقتي، شفتها في الإعلام، ناس كتير نفسها توصل لرسالتها للعالم كله بس هو مش جاهز دلوقتي، لا تقنيا مهارات ولا علميا، وعمل انترفيوهات مع متخصصين كتير جدا وكل اصحابه قالوا له انت مش جاهز، وهو متمسك عايز اطلع اتكلم مع الناس. انت محتاج تليت جو الشغف ده دلوقتي، وبعدين تروح تتمرن وتجهز وترجع تاني بعد شوية تخبط على الأبواب بنفس راضية وبدون إحساس بالمظلومية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لو أنت مش جاهز let go وروح اتعلم وارجع هتبقى جاهز بإذن الله. واحد مثلا حلمه إن شغلانته تبقى في هوايته، واحد بيغني ولا بيرسم ولا بيدي كورسات تريننج، نفسه يشتغل ويجيب فلوس من الموضوع ده بس هو مش جاهز دلوقتي، وشغل اللي بيشتغله اللي هو مش بيحبه قوي ده اللي بيدخله فلوس، هو لسه متجوز وفاتح بيت. استنى، let go موضوع الهواية ده وخليه بعد الشغل اللي فاتح لك بيتك، وواحدة واحدة إن شاء الله هتيجي الهواية تبقى سبب رزقك، لكن دلوقتي الوظيفة للجيب والموهبة خليها للقلب. وسيدنا رسول الله علمنا كده، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اسمع، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. لو مش قادر موهبتك وشغفك يبقى سر رزقك let go دلوقتي، اترك بنفس راضية، إن شاء الله ربنا هيعينك إنه في يوم من الأيام تبقى موهبتك سر رزقك. ده بالنسبة للأحلام. بالنسبة للعلاقات، إزاي تترك علاقة بنفس راضية؟ ضرب لك مثل، بنت مستنية ولد، هو كل حاجة بالنسبة لها وهي بالنسبة له شيء لطيف، هو حاجزها على فكرة جنبه بكلمتين، لكنه إنسان مش جاد إنه ياخد خطوة ارتباط، يمكن يقابل واحدة تانية أحلى، فهو بالنسبة لك كل شيء وإنت بالنسبة له شيء، إنت محتاجة تتعلمي تتركيه بنفس راضية، لأن العلاقة دي مش صحية بالنسبة لك أبداً. عايز أقول لك حاجة تانية، واحد صاحبك أنت بالنسبة لك ده أغلى صاحب في الدنيا، هو صاحبك الأنتيم، وأنت بالنسبة له هو مش سامح لك بالقرب قوي، وده بيجرحك جدا. همومك بالنسبة له مش حاجة مهمة، وكمان هو مش بيحب يحكي لك أسراره وأنت نفسك في كده تقرب منه. افتكر ساعتها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دي حاجة مش من نصيبك، مش من نصيبك تبقوا قريبين من بعض مهما كنت بتحبه. learn to let go، كيف تترك بنفس راضية. قال صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني. أهو بينصرف عنك أهو، واصرفني عنه. اتعلم بقى أنت كمان تسيب بنفس راضية، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أهو رضني به دي هو الترك بنفس راضية، طيب النفس، لأن لو في خير في الموضوع ده كان ربنا سبحانه وتعالى وصله لك، ولو حجبوا عنك فلأنه خبير بيحجب عنك ما لا يفيدك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طيب النفس من النعيم. فتعلم لما تحس إن حاجة مش من نصيبك سواء حلم أو شخص، بعد محاولة لتحقيق الحلم أو بعد محاولة للتقرب من الشخص حسيت إنه مش من نصيبك، بالراحة وبنفس راضية تعلم الترك. فاللهم ارزقنا القوة لتغيير ما نستطيع تغييره، وارزقنا الشجاعة على تقبل ما لا نستطيع تغييره، ومدنا بالعزيمة على ترك ما لم تجعله من نصيبنا.